مؤسسة حياة كريمة نظمت سلسلة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية لتعريف الشباب بالجهود التنموية اللي بتعملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكمان لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقدت مؤسسة حياة كريمة عدة ندوات توعوية بالجهود التنموية والشبابية لحياة كريمة ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات. البداية كانت بندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك تحت عنوان التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي حياة كريمة، وذلك لكون المؤسسة هي مظلة العمل التطوعي والتنموي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين شباب الجامعات. وتوالت الندوات بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة بنها ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية والتي يتم تنظيمها بكافة محافظات الجمهورية بالجامعات الحكومية والخاصة لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة والجهود التنموية المبذولة على الأرض، تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف في الفئات، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تأتي مؤسسة حياة كريمة كأحد مؤسسيه.